سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين في الشيخ جراح تحديدا. تتواصل التظاهرات المناهضة للاحتلال، لطالما شكل هذا الحي خط مواجهة مباشرة بين غلاة الاستيطان والأهالي. شوكة المستوطنين اشتدت بعد الاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مع حزب العظمة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير. بن غفير لما اجى السنه اللي فاتت وحط الخيمه تبعته والمكتب تبعه قبال بيتي بحي الشجراح، هو رفع اسم حي الشجراح للسماء وكل العالم صار تعرف ايش الشجراح، ثم انتقلت الخيمه تبعته للحي الغربي. احنا رايحين الشعب الفلسطيني دائما في ضحايا، والشجراح في ضحيه كبيره. اول ما سووا هلا بدهم يبنوا 130 وحده سكنيه، وعلى الأشياء الجاي والمعلومات اللي عندي الحبل عجرار. في خوف عند الأهالي لا شك. نتنياهو وبن غفير تلاقى على إعادة المستوطنين إلى منطقة جنين شمال الضفة الغربية التي أخلاها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ضمن ما يسمى بقانون فك الارتباط، وفي سياقه انسحبت إسرائيل أيضا من قطاع غزة عام 2005. لنواصل نضالنا ضد الاحتلال، ضد العنصرية وضد الحكومة القادمة، وعلى العالم أن يدرك أنه لا يوجد فرق بين النازية الجديدة الموجودة في بعض أحزاب الحكومات في السويد ودول أخرى وبين الحكومة القادمة التي سوف تتكون من أحزاب النازية الجديدة، وعلى العالم أن يرى ذلك. تلقي تطورات تشكيل الحكومة بظلالها على الفلسطينيين في القدس الشرقية ممن اعتادوا باستمرار دفع الثمن والفواتير الباهظة لقاء اعتلاء ممثلي الشارع الإسرائيلي سدة الحكم وإنجاز ما استطاعوا من مخططات تهويد المدينة وشرعنة المزيد من الاستيطان.